محمد وآل محمد. قبل البدء بالدعاء والتوسل بالقرآن، نأخذ هذه الفرصة لندعو بدعاء الليلة 23 من شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر، ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلمات والأنوار والأرض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم، يا الله يا بديع يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا، وأن تهب لي يقينا تباشر بي قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وتوضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، وارزقنا وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. افتحوا كتاب الله بين أيديكم لنشرعها في دعاء رفع المصابيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم إني أسألك بكتابك وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك
الكامل. بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بعلي، 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 بفاطمة، 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 بالحسن، 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 بالحسين، 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 بالحسن، بالحسين، 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 بعلي،